ودنا أنتم وكل الورد نوديكم. فلما أجمل اللؤلؤ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. والأضحية أضحية سنة وسنة مؤكدة إلى أذكرين ويجزي وحاقنا فيها أضحية الجذع من الضأن نفو الكدحسدي أو من الضأن إذا نفكا سو حلسن جيرو سنه كلوان نو حد غد غلاي ايا ودخيده غداي وثني نفو الكدحسدي هدناي اسو بخين من المعز وارعتك نفكا سو لو سنه جيرو سنه سدخان نو غد غلاي اي وثني من الابل نفو الكدحسدي او جي او هدناي اسو بخين من الابل جيلا نفكا سو شن سنه جيرو سنه كلحان حد غد غلاي وثني من البغر نفو الكدح سلي هدنا يصوب بحين أو من البغر اللوضة وتجزيه حكوك ذايا البدنة نفك جيلة عن سبعة تضوقف أيكوك ذايا أم تضوق ويس أيكوك ذايا أدي تضوق فايس كشر كوان هل نفو جيلة وكوك ذايا والبغرة نفك اللوضة نحكوك ذايا عن سبعة تضوق أيكوك ذايا سيقنا تضوقف أم تضوق ويس والشات نفك أريقنا عن واحد هل قف أيكوك ذايا أم هل قويس وأربع لا تجزي في الضحايا أفر نيفنا أيك مقدايان في الضحايا وضحيد مقدايان العوراء نيفو إلا البين وعديها يعورها إلا أنت يدو عديها أسد وضحيد مقداي والعرجاء نيف دوتنا أمجيساي البين وعديها يعرجها دوتنت يد أمجيس نمد يدو عديها وضحيد مقداي أسد والمريضة نيف جيرن البين وعديها مرضها جرد يدو عديها أو دحي مقداي والعجفة ونيف عاتا التي نيف قصو ذهب أوتغي مقها روحي من الهزال عاتا لما درتي ذو روحي ذلتغي أسو دحي مقداي
توجيه حاجودا القصي نافك إلى دفاني حنيها لجب حي أما لجتمي أسوي دحيه وجودايا أول مكسور القرن نافك جيس كالجب ياسق ندحيه وجودايا ولا تجزي مجوديس المقطوعة الأذن نافك نقد لجري أم وذن بسنت لجري ووقت الذبح وقت الضحية الغرعين وحاي من وقت الصلاة العيد صلاة العيد وقت هذا لقب الله إلى غروب الشمس إلى يروح ذاك بعد من آخر أيام التشريق مع الماء أيام تشريق ما لنكيس قدم بي مع الماء أيام تشريق وحاي مع لنت طبنا ذا مع لنت عيدة صدق هذا مع الله كحيد مع لنت توني كوات مع لنت توني لوات إلا مع لنت توني صدق هذا أيام تشريق الله ويستحب حال السنة عند الذبح قرعة عكتيس خمسة أشياء عشان شيء يا للسنينة التسمية بسنك يا للسنية إنه بسم الله ليرا يا سنة واستقبال القبلة قبلة إن لوجيدي بالذبيحة نفك القراء إن قبلة لوجيدي يا سنة والتكبير تكبير بسم الله الله أكبر إن ليرا يا سنة والدعاء بالقبول إن الدعاء بالقبول أقبل الدرس دعاء سواء اللهم هذه منك وإليك فتقبل مني اللهم الله تن هذه تن منك حقا ذيك هاتي وإليك حقا ذيو هاتي فتقبل أقبل مني أنا أقبل ولا سيكد عيسين إيسا ولا يأكل معناي المضحي نك أضحي إيسان شيئا شيئا من الأضحية أضحية كمد المنذورة الونذري تأس أضحية سوحك معناي ويأكله معناي من الأضحية أضحية المتطوع السنة هذا هر الله وبحسني تاسع يوحنا يا ولا يبيع ما إيبناي من الأضحية أضحية هي اللي بكيد وحكم ذان ما إيبناي ويدعم حقوقنا يا الفقراء فقراء والمساكين مساكين أصل في العقيقة هل كانوا حنقول لنا عقيقة عقيقة حالي رادا أفكر مركو دشتو ولا هلا قال أي عقيقة لي رادا أم وانقل والعقيقة وانقلك حالي رضا مستحبة وسنة وهي العقيقة وانقلك الذبيحة وقرع القرع عن المولود كان لدلي أيالي قرع يوم صابعه مالك ستضوات ويذبح حالي قرع عن الغلام ويلك حالي قرع شاتان لو نفو أرع لو نفو أرع واجما لكن أدوس أبوذن هل نفو أرع وقرع كراه سي سنة لكن وإن لو أري لو نفو أري وعن الجارية قولا وحلو قرعة شات هل نفو أري ويدعي محقوذنا يا الفقراء فقراء والمساكين مساكين وبنيابة عن معهد الرضا للعلوم الشرعية بطلابه ومعلميه وإدارته وموظفيه وخاصة باسم إخواني وأخواتي الخريجين والخريجات من الثانوية أنا أشكركم جميعا على تقديركم واهتمامكم بحضور هذا الحفل المتواضع. وما هو يوم الفرح إلا إن كان الأحباب موجودون وقد أسعدنا حضوركم، فشكرا لكم شكرا يليق بمقامكم رجالا ونساء كبارا وصغارا شبابا وشيوخا، فشكرا لكم لن يوفيكم حقكم لمشاركتكم حفلنا وتلبيتكم دعوتنا، وتمنى لكم أن تقضوا وقتا ممتعا بيننا وأن تبقى الأفراح عامرة في قلوبكم. أهلا بكم بين أهليكم ودياركم، فألف أهل وألف ألف مرحبا بكم. أيها الحفل الكريم، أتينا في هذا اليوم لكي نجني ثمرة السنوات الماضية وأن نخضو أول خطوة في طريق أهدافنا، ونريد أن نتقدم بباقات من الزهور لكل من كان سببا في تحقق أحلامنا. نحمد الله أولا وآخرا، فالحمد لله وشكر لله تدوم النعم. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، بفضل الله حصل النجاح، ولأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أتوجه بالشكر لكل من عائلتنا والأساتذة ولكل من له الفضل في هذا اليوم المميز. نهدي تخرجنا هذا وثمرة جهدنا وفرحتنا التي انتظرنا طوال حياتنا إلى من سهرت وتعبت وبذلت الغالية والنفيسة من أجلنا، إلى من لا أجد لها كلمات أعبر عنها أو توفي حقها، إلى أمنا الغالية حفظها الله وأطال الله لنا بعمرها وكتب الله لها دوام الصحة والعافية،
وإلى من ترتيب على يده، ومن علمني القيم والمبادئ القيمة والأخلاق، إلى من لا ينفصل اسمي عن اسمه أبدا، إلى مصدر الدعم والعطاء وينبوع الأمل، إلى أبينا الغالي حفظه الله وأدامه الله تاجا على رؤوسنا دائما وأبدا، وإلى أولياء الأمور الأعزاء على دعمهم واهتمامهم بالأبناء والبنات الطلبة طوال حياة الدراسية، وإلى كل من إخوتي وأخواتي وكل من وقف بجانبنا في مسيرة حياتنا الدراسية. أريد أيضا أن أوجه الشكر باسمي وباسم إخوتي وأخواتي الخريجين والخريجات إلى المعلمين الذين كانوا سببا في إضاءة حياتنا، وتمنى من الله أن يذل الود بيننا مهما فرقتنا الأيام. شكرا بحجم السماء لشيخنا الفاضل معلم حسن محمد نور مدير معهد الرضا على جهوده المخلصة التي قدمها للمعهد خلال السنوات المنصرة، متمنين له دوام التوفيق. والشكر الموصول لبقية المعلمين والمعلمات الأساتذة من مرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية، ونقول لكل واحد منهم إن قلنا شكرا فشكرنا لن يوفيكم حقا، سعيتم فكان السعي مشكورا. زملائي طلبة إخواني وأخواتي الخريجين والخريجات، يطيب لي في هذه المناسبة الجميلة أن أتقدم إليكم بصادق التهنئة والتبريكات بمناسبة تخرجنا وحصولنا على شهادة الثانوية، كما وإنه يسعدني أن أعبر أولياء أمورنا سرور أولياء أمورنا وسعادتهم وهم يرون أمامهم نتائج تربيتهم وصبرهم وانتظارهم. إنها فعلا لحظات السعيدة، هي لحظات سعيدة لأطراف الثلاثة، هم الشركاء دائمون في العلمية التربوية الطالب وولي الأمر والمعلم. هي لحظات سعيدة لأن أولئك ثلاثة الشركاء يقفون اليوم أمام الإنجاز ألا وهو النجاح. اليوم يا أجمل الحضور، من بعد عدة شهور نعيش حفلة التخرج، وهذا أجمل الشعور. ولا أنا اليومي عابد مدعى جندا ما أسنانتي عبدتم أدعاب يسيد، ولا أنتم بكلمته عابدون أخو عابدين ما الله أعبدا عابدين، لكم معي سنة دينكم دينتهم وإياني الدين دينتهم سنة. سورة النصر وهي قصة مقالة مدينة آيات كيدنا وسد حايلون آيات كيدنا وسد حايلون سورة وهي تسلسة نبي جيل الجيل ديسة. بسم الله والعلاء وبلا علي الرحمن الحريص كون حريصنا علي الرحيم نحرز قرى على المؤمنين كون حريصنا. قال تعالى لوحيد إذا قوتي جاءوا إيمان نصر الله قرقار كال إيوى الفتح مقف وشل أو رأيت ذلك أن صدق يدخلون لك وصر قلعي في دين الله دين تالي أفواج القهقه فصدح وتصبح بحمد ربك ربك على المادي سنقدر واستغفر الزمدة في ديسه إنه قال كان توابا التوبة الأقبل بالوائد. سورة المسد وحي القصوة تقلي مقالة مكة آيات كريمة وشان آيات وحي القصوة تقلي سورة ضد خيس قالة أبو الله أبي حاسكيس. بسم الله أمد على أبو الله علي الرحمن نحرز كون نحرسنا علي الرحيم نحرز قال على المؤمنين كون نحرسنا تبت وها الأكسر يدا أبي لا أبي لا أبي لا أبي لا أبي لا أبي لا وتبع سلطه الأكسمين ما أولى مدغل عن حقيس ما هو مركز وما كسب وهو شقيس سيسلى وحقلتنا نار النار ذات لاب الهلع وشاحبه وامرأة حاسك سنو يكلتوتا حمالة الحظ القرية حمالة البنت في جيتيا قرطة الوعاد حول الحرف من مسجد يفنى للقسمين. سورة الإخلاص وحي قصة تقضي مقالة لمركة آيات كذن وعفر آيات سورتي قصة تقضي قال الآيات محمد إلى يشان تلمامو والي قال قار قمحونا لقسمين قار ناس قار مقريالا لقسمين هذه لا يقنط المام. بسم الله مدعى الله أكب الله علي الرحمن نحرس كنت حرسنا علي الرحيم نحرس كار عن المؤمنين كنت حرسنا قل له نبي محمد هو أرنك الله والي أحد وهو الله والي الصمد والله باهنا عن بحنين لم يرد وهو مسلل ولم يولد أسكن لمدلي ولم يقل له معا كفوا أحد أحد ولد من مرة.
سورة الفلق سورة الناس سوح ربي بالله من شر ما خلق وهو أبو شرط ذاك ما قلايا ومن شر قاصر ضيح شرط ذاك ما قلايا إذا وقع حرق ضيح لها ومن شر النفاثات هو عفو شرط ذاك ما قلايا في العقد كنتما تحذر ومن شر حاسد حاسد شرط ذاك ما قلايا إذا حسد مقودك حسد بسم الله من على قبل الله الرحمن الحريق من هرزنك علي الرحيم هرزق رانك أمريتون هرزنك قل له نوم محمد أعوذ وحما قال يا برب الناس ذك ربي ملك الناس ذك بغضنا يا من قال يا إلهي الناس ذك في عبولا يا فمن قال يا من شر الوسواس في وحد وسلاي شرطي سنقى من قال يا ألخى الناس أعوذ مشرب الله الذي كاسر يسوس وسواسيني في صدور الناس ذك لا بول من الجنة الجني والناس إنسك